أنا أسألك، هل النبي كان يعلم أن اسم إسماعيل مسجل في لوح المحو الإثبات ولا لا أنه إمام؟ لا يعلم. لا لا يعلم. الله أكبر. إذن جعفر الصادق أعلم من رسول الله عندهم، لأن النبي لم يخبر النبي، لأن الله لم يخبر النبي محمد أن إسماعيل بن جعفر إمام، والفيض الكاشاني والمجلسي وعلماء الشيعة علموا على أن إسماعيل بن جعفر مسجل في لوح المحو الإثبات. أنت يا مرتبة، من أين علمت أن إسماعيل كان مسجلا في لوح المحو الإثبات؟ أنت أعلم من رسول الله؟ هذا إلزامك خاطئ. لا أنا أسألك، لا يكون أعلم من النبي. هل كانت إمامة إسماعيل مسجلة في لوح المحو الإثبات أم لا؟ جاوب. أنا علمت في هذا الوقت، والنبي يعلم قبلي. الآن السؤال، من أين علمته أنت؟ أنا علمته بعد أن ظهر في زمن الصادق، يعني عندما وصلت لي الروايات. أسألك، من أين علمت أنه كان مسجلاً ومحي؟ من الروايات. من الروايات. الروايات من أتى بها؟ أتى بها جعفر الصادق. يوحى إليه من الله؟ نعم، أتى بها جعفر الصادق. يوحى إليه من الله؟ نعم. بعلم لم يعلمه النبي محمد؟ صوتك ما قاعد أسمعه. بالعلم الذي علمه النبي محمد؟ مشكلة ولا شنو؟ بعلم أوحى الله إلى جعفر الصادق بأمور لم يعلمها النبي محمد؟ لا لا، تمر على النبي ثم تأتي إليه. جميل. يستلزم الضبوشي، هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن إسماعيل مسجل في لوح المحو الإثبات؟ قال النبي لم يكن يعلم. قلنا من أين علم ذلك جعفر الصادق؟ قال لأن جعفر الصادق يعني أداه الوحي، لكن لأنه لا يمكن أن يكون جعفر الصادق أعلم من النبي، استلزم أن هذا الوحي قبل أن يمر على جعفر الصادق ينزل على النبي في القبر ثم يعلمه النبي. إذن يا مجتبى الزركوشي، النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بعد موته؟ النبي ليس في القبر. يوحى إليه بعد موته ولا لا يوحى إليه بعد موته؟ يمر عليه. نعم، يمر عليه في ذلك العالم. إذن يمر عليه. إذن الوحي لم ينقل لموت رسول الله. الوحي المتعلق بالتشريع انقطع. أنا أسألك، هل الوحي، لأن علي بن أبي طالب في نهج البلاغة أخبر أن انقطعت أخبار السماء كلها عن النبي بموته، السؤال الآن، هل النبي انقطع عنه الوحي بعد موته أم لا يزال يوحى إليه؟ انقطعت أخبار السماء المتعلقة بالتشريع. النبي لا يزال يوحى إليه بعد موته؟ يوحى إليه كيف يعني؟ ينزل عليه الوحي؟ ينزل عليه أخبار ما سيحدث في الكون. وين ينزل عليه؟ هو في ذلك العالم أصلا. لحظة، يوحى إليه ولا لا يوحى إليه؟ هو شنو معنى يوحى إليه؟ شنو تقصد؟ ينزل عليه وحي؟ يوحى، هل يأتيه أخبار إلى قبره؟ هو فقط الجسد في القبر، روحه في السماء في ذلك العالم. يعني لا يحتاج إلى ملك يخبره، هو يطلع بنفسه على كل شيء، صح؟ إيه، الله يخبره. الله يخبره قبل البدء ولا بعد البدء؟ عندما يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر ذلك يمر على النبي ويأتي إلى الأئمة. طيب خلاص، الآن استلزم أن الوحي ما زال يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا. يلا فضل أستاذ زركوش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، انهدم إشكاله، ولهذا أرجع لهذه المسألة. هو أراد أن يثبت أنه الإمام الصادق أعلم من النبي، فانهدم الإشكال وانتهى كل شيء، لأنني قلت له أن النبي صلى الله عليه وآله ليس في قبره مع روحه، رسول الله انتقلت الروح إلى ذلك العالم، مجرد جسده في القبر. فإذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر شيء في ذلك الوقت، مثلا في وقت الصادق، يمر ذلك العلم على النبي وعلى الأئمة، ويظهر ذلك للناس بعد أن يمر بجعفر الصادق يظهره لهم. فلا يستلزم كون الإمام الصادق أعلم من النبي، انهدم هذا الإشكال. حكي كله تمضرط هو، لكن هو هذا الموجود، تمضرط وتمخرط.